السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد عبد العال. في سلسلة الحلقات الجاية هنتكلم عن التربية بمفهومها الحديث من كتاب الأطفال من الجنة للكاتب الدكتور جون جراي. دكتور جون جراي على مدار 30 سنة ابتدى يدرس كل أساليب التربية القديمة والحديثة علشان يشوف إيه أكتر الأساليب فعالية مع الطفل في ان انت تقدر توصل بطفلك لبر الامان وتخليه يقدر يسلك السلوك الجيد اللي انت عاوزه يعمله، ولكن من تلقاء نفسه. ازاي ان انت تنمي ادراك ابنك وتنمي عقله بحيث ان هو يختار الفعل الصح وما يختارش الفعل الغلط، بدون ما تضطر ان انت تأمره او تعاقبه بالطرق القديمة او تخوفه بالضرب او تحرمه من حاجة معينة هو بيحبها او اساسية في حياته. فبالتالي كل الطرق دي طرق بتكون عقد ممكن تنجح بشكل مؤقت، ولكن مع الوقت الكلام ده بيكون عقد في نفوس الأطفال وبيكبروا بيها لحد ما تبقى مشكلة أكبر بكتير قوي من إن هي تتحل ببساطة. في الحلقة دي إحنا هنناقش مقدمة الكتاب واللي دكتور جون جراي بيستعرض فيها أهم المشاكل والتصورات الخاطئة اللي بيتصورها الآباء والأمهات في إن هي ممكن تنفع في تربية أبنائهم، وإزاي التصورات دي كلها والتصرفات تجيب نتيجة عكسية مع الأطفال. هنفهم من خلال المقدمة دي إنه الجيل الحالي من الأطفال بقى جيل واعي وعنده إدراك مختلف عن الجيل الماضي. طبعا تغيرات العصر وتطور التكنولوجي والتعامل ما بين الناس خلق جيل مختلف عن الجيل اللي فات، فبقت الأساليب القديمة ما بتجيبش نفس النتيجة اللي كانت بتتجاب زمان. فتلاقي انه الأب الطريقة اللي هو اتربى عليها عاوز يربي ابنه عليها زيها بالظبط، ومتخيل انه هيلاقي نفس النتيجة، ولما ما بيلاقيش اي نتيجة بيبتدي يحبط ويبتدي يسيب الموضوع، فتحصل مشاكل اكبر وعقد اكتر عند الطفل. طول فترة ان شاء الله واحنا بنحكي ملخص الكتاب او بنحكي الافكار الاساسية اللي بيتمحور عليها كل فصل من الفصول، هنقول جملة. الجملة دي زي اقتباس كده الكاتب قايله، وهنبتدي نلخص ايه اللي ورا الاقتباس ده وهو ليه كتبه. مع الوقت هتبتدي تتكون عندك معلومات مترابطة مع بعضها ومتسلسلة. من خلال المعلومات دي كل مرة هتكتشف اكتشاف جديد او اسلوب جديد من اساليب التربية او اسلوب خاطئ انت كنت بتتبعه، وتصحيح الاسلوب ده وتقويمه بالشكل اللائق علشان تقدر ان انت تكون لغة مشتركة من الحوار بينك وبين اولادك. والكاتب ابتدى كلامه بانه الحب وحده ليس كافيا، بدون أن تفهم احتياجات الأطفال فلن تستطيع أن تساندهم بشكل فعال. دايما الأباء والأمهات بيكونوا فاكرين أنه مجرد ما أنه هو يحب طفله فهو كده خلق لغة التواصل بينه وبين الطفل، ولكن الموضوع ده مش مظبوط، لأنه دايما لازم تكون فاهم احتياجات الشخص اللي قدامك ايه ايا كان، حتى لو ما كانش طفل لازم تكون فاهم احتياجاته ايه وهو ايه اللي جواه وايه اللي عايز يوصله لك، وليه بيعمل التصرف ده وما بيعملش التصرف التاني، ليه بيعمل تصرف خطأ مثلا وما بيعملش التصرف الصح. لازم تعرف ان انت تسمع طفلك علشان طفلك يسمع لك. لو الموضوع ابتدى من عندك ان انت عاوز الطفل بس يبقى واخد منك المعلومة تبقى بس الحاجات رايحة بس، فالموضوع مش هينفع تماما. لازم الموضوع يكون رايح جاي ويبقى فيه وسيلة للتواصل بينك وبينه، تفهم رأيه وتفهم وجهة نظره، وتبتدي ان انت بكل لطف وبكل بساطة توضح له الفكرة الخطأ اللي هو فاهمها علشان يقتنع، وعلشان خاطر اي قرار ياخده يكون نابع من داخله عن اقتناع مش عن اجبار او خوف من رد فعلك عليه. المفهوم اللي بعد كده بيتكلم الكاتب عن انه للتخلي عن طرق التربية القديمة لازم ان احنا نستبدلها بطرق تانية حديثة. ما ينفعش انه الاب او الام لما يلاقوا انه اسلوبهم ما بقاش ليه اي فعالية على الطفل ان هم يتركوا التربية من اساسه ويسيبوا الموضوع يمشي ايا كانت النتيجة بتاعته وايا كانت العواقب. ترك مساحة حرية للطفل دون معرفة النتيجة هتقول لإيه ممكن يجيب لي نتيجة أخطر من إن أنا أمارس عليه الطرق القديمة اللي أنا كنت بمارسها. فممكن الحرية دي تخلي الطفل يلتحم بالبيئة المحيطة لي ويبتدي يجيب لي مفاهيم وعادات من برة خاطئة تماما كان ممكن أنا أسيطر عليها في الأول. فبالتالي
مع إدراكك إنه طريقة التربية القديمة طريقة مش مظبوطة، لازم إن أنت تحل محل الطرق دي طرق تانية مستحدثة وبتجيب نتيجة أفضل مع الطفل. كمان بيتكلم الكاتب عن إنه الرجال تحديدا قطب أساسي من أقطاب التربية، وبما إن الرجال بيكون مسؤولين مسؤوليات تانية بتخليهم بشكل من الأشكال مش متواجدين في البيت مع الطفل بشكل كبير أو بشكل دائم، فبيقول إنه الرجالة اللي مش بتشارك في التربية مع زوجاتهم للأطفال ما بيدركوش قدر المتعة اللي فاتتهم في الكلام ده. بطبيعة الحال طبعا مع ظروف الحياة وصعوبة المعيشة الرجل بيكون كل همه هو تحصيل المال اللازم لاستمرار الحياة، فبالتالي بيكون عنده صعوبة في انه يشتغل وفي نفس الوقت يوفر وقت كافي. وكلمة وقت كافي دي مش معناها انه يقعد 5 دقايق او 10 دقايق مع الطفل، ولكن اكبر وقت ممكن، هو مش محدد قد ايه بس اكبر وقت ممكن يقدر يقضيه. وعلشان مفيش لغة تواصل بينه وبين الطفل بشكل إيجابي، فبالتالي بيتهرب الأب من مسؤولياته في التربية بشكل أو بآخر، وبيبتدي إن هو لما يبتدي يحكم في مشكلة أو يحل مشكلة عند الطفل يبتدي إن هو يلجأ للعنف ويلجأ للتخويف ويلجأ لكل الطرق اللي ممكن تحل المشكلة بشكل وقتي، ولكن بتولد مشاكل نفسية تانية عند الطفل ما بيتعرفش أثرها بشكل عنيف غير قدام شوية لما الطفل يبتدي ان هو يكون وصل لخضم القوة بتاعته ويقدر ان هو ياخد اي اكشن او اي تصرف ضد اي حاجة مش عاجباه او ضد اي امر او اي نصيحة اتقالت له من والده او والدته. كمان بيتكلم الكاتب عن أزمة التربية الحديثة، انه في مجتمعاتنا دلوقتي بنلاقي انه في تقارير كتيرة جدا عن عنف الاطفال وعنف الشباب وحالات الانتحار الكتيرة جدا وحالات المخدرات الشباب او الاطفال اللي بيتعاطوا المخدرات وحاجات كتيرة جدا منافية للسلوك الصحيح والسلوك القويم. فبالتالي علشان خاطر الازمة دي اصبحت ازمة عالمية وبتواجه كل مجتمعاتنا، فلازم ان احنا نبتدي يكون عندنا الوعي الكافي ان احنا نجابه كل المشاكل اللي بتحصل، ونبتدي نخلق جيل فعلا واعي وجيل جواه عقلية القائد وعقلية الطفل اللي يكون عنده ارادة قوية ما يتأثرش بالمجتمع المحيط به، لانه طبعا اكتر الحاجات اللي ممكن تأثر على الطفل البيئة المحيطة ليه في المدرسة في الشغل في اي مكان هو بيروحه بيكتسب معلومات جديدة، المعلومات دي قد تكون خطأ وقد تكون صح، فبالتالي الفلتر اللي بيفلتر للطفل كل المعلومات اللي هو اخدها دي ياخد منها المعلومات الصحيحة ويصحح له المعلومات الخاطئة بتكون انت. فلو انت ما قدرتش ان انت تحل الأزمة اللي بتحصل دي والمفاهيم والموروثات الغلط اللي بياخدها الطفل من البيئة المحيطة بتاعته، فبالتالي برضو ده هيفشل من عملية التربية بتاعتك وهيخلي برضو لغة التواصل بينك وبين الطفل تبتدي ان هي تنقطع وتبتدي ان هي تتلاشى مع الوقت. فالموضوع لازم يكون فيه بالانس، لازم يكون فيه توازن بين انك تعرف تربي في البيت وتعرف تقاوم السلوك المكتسب اللي بيكون جاي من خارج البيت. الجزئية الأخيرة وهي فكرة انه في سؤال دايما بيطرح من اكثر الاباء والامهات، وهو انه مفيش وقت كافي للتربية، فايه الحل؟ طبعا السؤال ده سؤال مهم جدا وخطير جدا، لانه فعلا زي ما قلنا كده انه ظروف العصر الحالي اللي احنا فيه وتدهور الحالة المادية للناس خلت الناس بتنشغل اكتر بلقمة العيش وتحصيل الماديات قدر الامكان، فبالتالي وقت التربية أصبح من الحاجات اللي ممكن ناس كتيرة جدا بتهمل فيها. فبالتالي ده بيأكد على المفهوم اللي احنا قلناه في الأول ان انت لازم تطور من نفسك ولازم تخلي أساليب التربية بتاعتك أساليب فعالة، بحيث ان انت الوقت القليل اللي انت بتقعد فيه مع طفلك أيا كان الوقت ده قد ايه تقدر ان انت تمارس فيه الأساليب الفعالة فعلا اللي تغير فيها في الطفل، مش تقعد العديد من الساعات او الاوقات ما تأثرش وما تغيرش في الطفل ده، مجرد بس ان انت توجه الاوامر وتنصح النصايح اللي انت نفسك تحديدا ما بتعملهاش، فبالتالي الطفل ما بيلقطش منك الكلام ده وما بيقدرش ان هو يتعلمه. من الحاجات المهمة جدا برضو اللي ذكرها الكاتب انه الطفل علشان خاطر تأمره بفعل معين انت ما بتعملوش الموضوع ده بيجيب معاه نتيجة عكسية تماما. الاطفال بطبيعة الحال
عندهم جانب قوي جدا وهو جانب المحاكاة أو simulation، انه الطفل بيعمل محاكاة اللي هو بيشوفه منك من افعال ومن اقوال ومن طريقة في التعامل. فلو انت كنت هادي وبتسيطر على اعصابك وبتقدر ان انت تتحكم في الغضب وتقدر ان انت توجهه بشكل سليم وهادي، الطفل تباعا هيطلع بنفس الشخصية اللي انت بتعرضها عليه في التعامل مع المشاكل والتعامل مع الحياة عموما. اما لو انت كنت بتتعصب وكنت بتوجه الاوامر دايما للطفل وبتعاقبه على كل حاجة، فبالتالي ما تتوقعش منه ان هو يكون هادي او ان هو يستقبل اوامرك او نصايحك او كلامك بصدر رحب. اكيد طبعا النتيجة هتكون منافية للي انت عاوزه. فدي برضو حاجة مهمة جدا جدا لازم تخلي بالك منها، وهي حتة المحاكاة وانه الطفل بيقلد بالظبط تقريبا كل اللي انت بتعمله. اخر جزئية في مقدمة الكتاب والأفكار اللي هيتم طرحها خلال الفصول الجاية، خلال 8 فصول من الكتاب اللي هو أول 8 فصول، هيبتدي يستعرض الكاتب أساليب التربية الإيجابية لتحسين التواصل بينك وبين طفلك. وفي آخر الكتاب هيختتم الكاتب بخمس رسائل مهمة إن أنت تكررها قدام طفلك بشكل مستمر. من خلال الخمس رسائل والثمان فصول اللي هيتم استعراض المهارات التربوية فيهم، هتقدر انك تحرر اطفالك عشان تنمي قدراتهم اللي ربنا وهبهم اياها. كمان الاطفال هيكتسبوا مهارات التسامح مع الاخرين والمشاركة والرضا والاعتزاز بالذات والصبر والاصرار واحترام الناس والتعاون والتعاطف والثقة، وكمان القدرة على الشعور بالسعادة وان هم يشعروا غيرهم كمان بالسعادة. نتمنى ان شاء الله خلال الفصول الجاية ان احنا نقدر نقدم افادة حقيقية مختصرة ومفيدة لكل الناس. شكرا لكم، كان معاكم احمد عبد العال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.